وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. حلقه النهارده حلقه مهمه جدا، لان انا هتكلم فيها معاكم عن اكتر مشكله بتسالها تقريبا في كل فيديو وفي كل حلقه، وهي التجاعيد والخطوط الدقيقه اللي بتظهر حوالين العين. يا دكتوره ارجوكي حللنا الموضوع ده، ارجوكي قولنا على كريم كويس او قولنا ازاي نحل الموضوع ده. في حلقه النهارده كالعاده هنجيب خلاصه القصه دي، هنقول ازاي بتحصل التجاعيد بتاعه العين وايه الاسباب اللي احنا لازم نبعد عنها علشان التجاعيد ما ترجعش تاني، وافضل الكريمات اللي بتعالج تجاعيد العين، وخدوا بالكم ازاي نستخدم الكريم بطريقة صح، لان معظم الناس بتستخدم كريمات تجاعيد العين بطريقة غلط بتؤدي لنتائج سيئة جدا. خليكم معايا لانها هتكون حلقة مهمة جدا. اي حاجه ما تنسوش تنزلوا تحت الفيديو وتدوسوا على زرار اللايك، ولو انت جديد معانا اهلا وسهلا بيك، ما تنساش تدوس على سبسكرايب في القناه وفعلوا علامه الجرس علشان توصلكم كل الفيديوز اللي انا بعملها اول باول، ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار سيبوه لي وانا هجاوبكم عليه. تعالوا نعرف ازاي بتحصل مشكله تجاعيد العين. اللي بيحصل طبعا انه مع التقدم في العمر، يعني في منتصف الثلاثينيات او اواخرها، اللي بيحصل انتاج الكولاجين بيقل بشكل كبير جدا في البشره، وللاسف العين من اول الحاجات اللي بتظهر عليها التجاعيد، لانه الجلد اللي حوالين العين ده يعتبر جلد رقيق جدا، فاول ما بينقص الكولاجين على طول بتبدا تظهر عليه الخطوط والتجاعيد. طيب تعالوا قبل ما اقول لكم على اهم الكريمات اللي بتعالج تجاعيد العين، اقول لكم على شويه اسباب خطيره لازم نبعد عنها، لاننا لو عالجنا الموضوع والاسباب دي عملناها يبقى احنا كاننا ما عملناش اي حاجه. في 6 اسباب مهمه جدا لازم نبعد عنها علشان موضوع التجاعيد ده نقدر نعالجه من جذوره. اول سبب خطير جدا وهو التعرض للشمس. خدوا بالكم لما بنتعرض للشمس الجسم بيستقبل نوع خطير جدا من الاشعه، وهو الاشعه فوق البنفسجيه الضاره او اللي هي اليو في. الاشعه دي خطيره انها بتدمر الكولاجين كله بتاع البشره، وبالتالي طبعا بتسرع جدا ظهور التجاعيد. الحل بسيط وسهل جدا، ان احنا قبل ما ننزل في اي مكان هيبقى فيه شمس لازم نحط واقي شمسي، واهم حاجه ان الاس بي اف بتاعه يكون اعلى من 30. لو نقدر نستخدم كاب او نستخدم نظارة للحماية من الشمس يبقى ممتاز جدا. تاني نقطة بقى خطيرة جدا وهي التدخين. التدخين اقوى مؤشر لظهور التجاعيد سواء للسيدات او الرجال. طيب التدخين بيعمل حاجتين وحشين جدا، اول حاجة ان هو بيزود الضغط المؤكسد على البشرة، وبالتالي طبعا بتقل كل مضادات الاكسدة والبشرة بتعجز بشكل سريع. تاني حاجة وحشة جدا ان هو بيقيد الاوعية الدموية كلها في البشرة، ويحبس الدورة الدموية، مبقاش فيه اي دورة دموية بتتحرك في البشرة، وبيقلل من فيتامين A، وبالتالي برضو البشرة بتبدأ تتبهدل بسرعة. ثالث نقطة مهمة جدا وهي الحركات التعبيرية للوش ووضعية النوم. طبعا الحركات التعبيرية زي اللي انا بعملها دلوقتي، بضحك، بكشر، برفع حواجبي، بنزل حواجبي، كل الحاجات دي بتخلي البشرة كلها تبدأ تتحرك، وبالتالي بتبدأ تظهر بسرعة التجاعيد. فاحنا بنحاول نقلل يعني شوية منها، لكن طبعا صعب ان احنا نسيطر عليها، لكن وضعية النوم هي اللي انا اقدر اسيطر عليها. في ناس كتير بتحب تنام تحط كده وشها في المخدة وتنام على وشها، وده طبعا بيسرع بشكل كبير جدا من ظهور التجاعيد. فلو نقدر ننام على ظهرنا او نغير وضعية النوم بشكل كبير جدا، ده هيبقى افضل بكتير جدا علشان نقلل بشكل كبير من ظهور كل التجاعيد اللي بتظهر وخاصة حول العين. رابع حاجة، في فيتامين مهم جدا للبشرة وهو الاوميجا 3. الاوميجا 3 ناس كتير جدا مش عارفة قد ايه هو مفيد للبشرة، اتكلمت عنه في حلقة قبل كده تقدروا تشوفوها من الاي اللي هتظهر لكم فوق. اوميجا 3 من افضل الحاجات اللي بتحافظ على نضارة البشرة وصحتها، ممكن ناخده سواء من الأغذية، وده نلاقيه في الأسماك زي السردين والسلمون والتونة، أو لو مش هتقدر تاخده في شكل غذاء ممكن تاخده في شكل أقراص أو كبسولات، وأفضل كبسولات طبعا هي أوميجا 3، ممتازة جدا بنستمر عليها من 3 ل 6 شهور ونفصل وبعدين نرجع نستمر عليها تاني، يبقى احنا كده قدرنا ناخد أكبر قدر مفيد جدا من الأوميجا 3. خامس نقطة مهمة جدا وهي بواقي الميك اب.
ناس كتير جدا بتكسل قبل ما تنام انها تشيل بواقي الميك اب، وبالتالي البواقي دي بتخترق الجلد وبتخترق طبعا زي ما قلنا الطبقه دي بتبقى رقيقه جدا فبتخترقها، وعلى طول مع الوقت تبدا تظهر التجاعيد. افضل حاجه قبل ما ننام ان احنا لازم ننظف حوالين العين وننظفه برفق. ممكن تستخدمي اي غسول فيه ماء مسلار، طبعا افضلهم جارنيه ماء مسلار، ده ممتاز جدا لتنظيف البشره، سعره مناسب وفي نفس الوقت بيعمل تنظيف عميق للبشره. لكن انا مش مع انك تستخدمي المناديل اللي هي اللي بتبقى الويت تشو دي خالص انك تنظفي بيها البشره، لا ده بيبقى خطر جدا. افضل حاجه تستخدمي ماء غسول يبقى فيه ماء مسيلار، سواء جارنيه او نيفيا او اي حاجه انت بتستخدميها كل يوم بقطنه، هتحطي حته منها وتبداي تنظفي بشكل خفيف خالص، هتشيل كل بواقي الميك اب. سادس نقطه واخر نقطه وهي نقص الميه في الجسم. خدوا بالكم ان الميه هي صديقه البشره، ونقص الميه في الجسم بيؤدي الى ان البشره تبقى جافه وبعدين بتبدا تظهر عليها الخطوط. افضل كميه من الميه لازم نشربها يوميا من 8 ل 10 كوبايات كل يوم، ما تقلش ولا كوبايه. الميه مهمه جدا، لو بتشربي ميه كتير بشرتك هتبقى حلوه، بتشربي ميه قليل بشرتك هتبقى مش حلوه ابدا. فاهم حاجه ان احنا لازم كل يوم نلتزم بهذا القدر من الميه. طيب بعد ما عرفنا ايه هي الاسباب اللي لازم نبعد عنها تماما علشان نحافظ على العين من التجاعيد، تعالوا نتكلم بقى على العلاج. العلاج هينقسم لجزئيتين، اول حاجه ان احنا هنعمل ماسك ترطيب كل يوم او يومين للبشره، تاني حاجه هنستخدم كريمات ممتازه جدا بتكافح التجاعيد. اول حاجه الماسك الترطيب مهم جدا واوعوا تهملوه. ماسك الترطيب مهم جدا، اول حاجه ان هو بيخلي البشره صافيه وبيطهرها، وتاني حاجه بيخلي البشره تحافظ على اكبر قدر ممكن من الترطيب. الماسك بسيط وسهل جدا، عباره عن لبن زائد عسل، وتاخدي قطنه وتدهني حوالين العين كل يوم او كل يومين. عملت الماسك ده قبل كده في فيديو عنايه البشره، تقدري تشوفيه من الايل هتظهر لكم فوق. بعد ما عملنا ماسك ترطيب البشره دلوقتي نقدر نستخدم الكريمات لمكافحه التجاعيد، وانا دلوقتي هقول لكم على اربع كريمات تختاروا منها كريم واحد بس. اول كريم هو فيتشي للتجاعيد، تاني كريم هو بايوديرما للتجاعيد، تالت كريم هو لاروج بوزيه، ورابع كريم هو نيتروجينا. الكريمات دي هتلاقوها في مصر وبره مصر، الاسماء والاسعار كلها هسيبها لكم في صندوق الوصف. طيب ازاي نستخدم الكريمات دي؟ ركزوا معايا بقى عشان دي اهم نقطه في الحلقه. الكريمات احنا بنستخدمها بشكل طبطبه، ودايما لازم نستخدمها عكس اتجاه التجاعيد. ازاي؟ يعني من تحت العين بنمشي من بره لجوه، ومن فوق العين بنمشي من جوه لبره، تمام؟ يبقى من تحت العين من بره لجوه، من فوق العين من جوه لبره، ودايما بنستخدمها في شكل طبطبه كده، يعني مش بنلتعه مره واحده، نبدا نطبطب بشكل خفيف جدا. وبكده يبقى احنا لو عملنا ماسك الترطيب وبعدين استخدمنا كريم من الكريمات دي هتلاقوا نتيجه ممتازه جدا في موضوع تجاعيد العين، ولو التزمنا طبعا بالخطوات اللي انا قلتها قبل ما اقول الكريمات هتشوفوا نتيجه افضل واحسن بكتير. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقه النهارده، وقدرت اقدم لكم معلومات مفيده. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناه، واهم حاجه شاركوا الفيديو علشان ناس كتير منه تستفاد. واشوفكم على كل خير الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.